يعني اعطهم قد ما اقدر ورا ما اكمل استعمال اللحم ضروري انه اخليه فتره اطول يستوي، فهذه الفتره مالت الغليان حتى نقدر نقضي بها على الفيروس. ضروري جدا انه نظافه اليد ونظافه المكان اللي الان قطعت عليه اللحم، بعدين يعني 5 درجه حراره عاليه. لا سمح الله اذا ظهرت اي اعراض علامات الم غثيان لحول حمى راح يصير بجسمه من اسمه حمى يعني يسخونه، فيعني يعني ارتفاع درجه الحراره، بعدين تبدا تطلع بقع. لا سمح الله هذه اذا بينت الاعراض والعلامات على اقرب مركز صحي او مستشفى دايركت. العمر والعافيه حبيبتي، انا اشكرك.